بسم الله، معكم مختص محمد من اتعلم اونلاين. النهارده ان شاء الله هنتعرف على طريقه من خلالها نقدر نخلي الداله فيلوج اب تدينا النتائج بتاعت القيم المتكرره، مش نتيجه او القيمه بس. زي ما احنا عارفين ان الداله فيلوج اب لما نيجي نستخدمها، مثلا انا هنا بدور على فرع الدقي في الجدول اللي قدامنا، فهي ادتني اول قيمه من او اول تواجد لفرع الدقي في الجدول، اللي هو كان الاكسسوارز اللي هو شايفينه اللي هو دلوقتي هنا دوت. لكن انا عايز لما اجي استخدم الداله فيلوج اب تديني كل التكرارات بتاعت الفرع الدقي، او اختار مثلا اقول انا عايز ثالث تكرار ليها، فتديني مثلا ثالث تكرار كان اللي هو الشاشات، اقول له لا انا عايز ثاني تكرار تقول لي اللي هو كان اللابتوب، وهكذا. احنا ازاي عملنا حاجه زي ديت؟ احنا استخدمنا عمود مساعد. العمود المساعد دوت، خلينا نشوف فين العمود المساعد. انا عامل عمود مساعد في العمود بي، اقول له هنا انهايد. هنلاقي في العمود المساعد انا بعمل ايه؟ اول بعمل حاجتين. اول حاجه باخد قيمه البحث اللي انا بدور عليها اللي هي في الحاله بتاعت الدقي، وبحط بعد كده جنب اسم الدقي، طبعا جنب قبليها او بعديها الموضوع دوت مش مؤثر، لكن المهم ان هو يبقى فيه قيمه مش متكرره، اللي هو عندي الدقي 1، الدقي 2، الدقي 3، الدقي 4، على حسب عدد التكرارات. طيب عملنا حاجه زي دي ازاي؟ خلينا نبص مع بعض خطوه بخطوه. هنيجي نستخدم الداله كاونت اف، هقول له بيساوي كاونت اف، يقول لي انت بتدور على ايه؟ هقول له بدور، او هيقول لي انت بتدور فين؟ اقول له انا بدور في الرينج دوت اف 4. بيقول لي بتدور على ايه؟ بقول له بدور على الفرع اللي انا واقف قصاده دلوقتي، اللي هو في الحاله بتاعتي اللي هو العجوزه، واقفل القوس بتاع الداله كاونت اف واسحب المعادله للاخر. هتلاقي ان هو بيقول لي هنا العجوزه موجوده 4 مرات، بس مش ده اللي انا عايزه. انا عايز ان هو اول ما يلاقي العجوزه اول مره يقول لي اه ادي اول مره، يجي على ثاني مره يقول لي دي ثاني مره، ثالث مره، رابع مره، دخل على الدقي يقول لي اه اول مره، ثاني مره، ثالث مره. اعمل حاجه زي دي ازاي؟ هعمل هنا ديليت للمعادله واقول له بيساوي كاونت اف، واستخدم حاجه اللي هو الرينج بتاع اللي انا هشتغل فيه يكون مطاط. انا ثبت نقطه البدايه، وكل ما اسحب لتحت الرينج هيتمدد معايا بحسب طريقه السحب. فاقول له من الخليه بتاعت سي 3 اللي هي العجوزه لغايه الخليه سي 3 هي، بس هثبت بدايه الرينج، بدل ما هو من سي 3 لسي 3، لا انا هثبتها من سي 3 واخلي سي 3 الثانيه تبقى سي 4 سي 5 سي 6 لغايه الاخر. ماشي، ادي كده الرينج. بعد كده بيقول لي انت ايه الكرايتيريا اللي انت بتدور عليها؟ اقول له انا بدور على الفرع اللي انا واقف قصاده اللي هو في الحاله بتاعتي العجوزه، واقفل القوس بتاعي الداله كاونت اف، تلاقي ان هو هنا جاب لي 1. لو جيت سحبت المعادله للاخر هتلاقي بقى عندي رقم مسلسل لكل فرع من الفروع اللي عندي. طيب انا كده خلاص عندي الرقم المسلسل، كل المطلوب مني ان انا ادمج القيمتين مع بعض، المسلسل مع اسم الفرع. هعمل حاجه زي دي ازاي؟ هاجي هنا مثلا سواء في اول، زي ما قلنا في اول الخليه، او في اخر الخليه، في اخر قيمه البحث، الموضوع مش مؤثر، المهم يبقى عندي قيمه فريده اقدر ادور بعد كده عليها باستخدام الداله فيلوج. فانا هعمل ايه؟ هقول اسم الفرع اللي هو في الحاله بتاعتي العجوزه، واعمل شيفت و7 عشان اعمل الدمج، وبعد كده القيمه اللي انا بدور او المسلسل بتاعي. هتلاقي عندي هنا العجوزه 1، اسحب المعادله للاخر، بقت العجوزه 2، العجوزه 3، العجوزه 4. كده ادي اول خطوه عندنا، ان انا بعمل العمود المساعد اللي هبدا ادور من جواه. دلوقتي اسحب اعمل ديليت للقيم ديت. هنا دي داتا فاليديشن فيها اسماء الفروع بتاعتنا، انا هختار مثلا وليكن فرع العجوزه، والخلايا دي كلها متلنكه باول خليه، وهنا دوت انا بقول له انا عايز التكرار رقم كام. المعادله هنا ده استخدام مباشر للداله فيلوج اب، انا بقول فيلوج اب بدور على فرع العجوزه فين في الرينج دوت، وعايز اطلع نتيجه من العمود الثاني، وبعد كده قيمه او اسلوب البحث اسلوب متطابق، وحطيتها ما بين داله اف ايرور عشان لو في اي ايرور ان ايه يظهر لي القيمه فراغ. ده الاستخدام المباشر بتاع الداله فيلوج اب. اللي هنعمله بقى هنا كله بيساوي فيلوج اب، وبعد كده انا بدور عليه، بدور على فرع العجوزه، بس انا هنا العجوزه في تكرارات، انا عايز ادور على العجوزه 1 2 3 4. فانا في الحاله المثال بتاعنا اللي احنا فيه انا بقول انا عايز التكرار الثالث، فاعمل شيفت و7 وادوس على الخليه اللي فيها رقم التكرار اللي انا عايزه، وبعد كده كده دي قيمه البحث بتاعتي. لو جينا هنا لوك اب فاليو يبقى هي ديت اف 9 من الكيبورد، هي عجوزه 3. كنترول وزد عشان ارجع زي ما كانت. وبعد كده التيبل اري، بدل ما كنت هبدا من العمود سي، لا انا هبدا من العمود بي. اف 4 من الكيبورد عشان اثبت الرينج، عايز اطلع النتيجه منين؟ انا بدور الكاتيجوري، ادي اول عمود، ثاني عمود، ثالث عمود، فاكتب رقم 3،
بعد كده اسلوب البحث بتاعي هيكون متطابق، في الكورس وادوس انتر. هو جاب لي هنا العجوزه ثالث توجد ليها كان الكاتيجوري اسمه سمارت فون. هاخد المعادله دي على بعضها كده كوبي كنترول سي، واجي هنا كنترول في واخلي الثالثه دي 4. 4 ليه؟ لان انا عايز اطلع العمود الرابع، ادي 1 2 3 4 نتيجه او قيمه المبيعات هتلاقي اللي هي 65308. بنفس الاسلوب هنيجي هنا، طب واحد هيقول لي طيب ما انا هجيب منين رقم التكرار او هجيب منين اللي هو المسلسل بتاع الفرع؟ اقول له هستخدم داله مساعده اللي هي داله رو. الداله رو خلينا نبص كده، لو جينا على اي جنب وكتبت بيساوي رو وفتحت القوس وقفلته هتديني ان هو انا في الصف العاشر. لو لاحظنا كده ادي الصف العاشر، لا انا مش عايزها تجيب لي الصف اللي انا واقف فيه، انا هديها صف تبدا منه اللي هو الخليه A1. الخليه A1 دي اول خليه موجوده عندي في الورقه بتاعتي، فلو جيت سحبتها هتلاقي ان هي بتجيب لي 1 2 3 4 بغض النظر انا بادئ منين. هذا اللي الرينج دوت، باجي اقول له هنا بيساوي في لوك اب، بيقول لي انت بتدور على ايه؟ اقول له انا بدور على الفرع بتاع العجوزه وهدمج معاه الداله رو وهدي له الخليه A1. اشمعنى الخليه A1؟ لان هو مش لازم العمود A1، اهم حاجه خليه تكون في الصف الاول عشان تديني المسلسل واحد، لما اجي اسحب بعد كده يبقى المسلسل بقى 2 3 4. بعد كده هقول له انا بدور فين؟ هيقول لي انا بدور في الرينج دوت اف 4 ثابت الرينج. بيقول لي انت عايز تطلع ايه من الجدول اللي انت اخترته؟ اقول له انا بدور على الكاتيجوري، ادي 1 2 3 الكاتيجوري في العمود الثالث، اكتب رقم 3 بعد كده بحث متطابق وادوس انتر واسحب المعادله معايا للاخر. ايه المشكله اللي حصلت؟ هنلاقي اول مشكله ان انا ما ثبتتش الخليه بتاعت الفرع اللي انا بدور عليه، هتلاقي ان هو هنا العجوزه لكن هنا بيدور على حاجه مش موجوده، فالمفروض كنت هنا اقول له اف 4 كنترول وانتر واسحب المعادله للاخر، هتلاقي ان هو جاب لي التواجدات او القيم المقابله للفرع العجوزه. عندي 4 قيم مقابله للعجوزه، الاربعه جبتها منين؟ باستخدام الداله كاونت اف. هاجي بنفس الاسلوب اخد المعادله دي كلها على بعضها كوبي، او قبل ما اخدها كوبي انا دلوقتي مش عارف النتيجه اللي هتطلع لي او كم قيمه تكرار موجوده للفرع اللي بدور عليه، فانا بسحب المعادله معايا. مثلا انا بقول انا عندي مثلا 10 12 تكرار، فرحت ساحب المعادله معايا لغايه العدد اللي انا شايفه ان هو دوت اقصى تكرار لاي قيمه بستخدمها، وهضيف او هحاوط الداله في لوك اب بالداله اف ايرور. الداله اف ايرور بتعمل ايه؟ لو لقيت اي معادله نتيجتها ايرور بتقفل الايرور ده وتظهر لي قيمه انا اللي بختارها. فادي هنا بيقول لي الفاليو، الفاليو دي لو طلعت ايرور يعمل لك ايه؟ هقول له اظهر لي قيمه فراغ، قيمه الفراغ اللي هو عباره عن علامتين تنصيص ما فيش بينهم حاجه، وادوس انتر واسحب المعادله للاخر هتلاقي ان هو هنا ما فيش قيم ظاهره، الايرور اختفى. اجي اخد بعد كده المعادله دي كلها على بعضها كوبي كنترول وسي كنترول وفي واغير هنا 3 اخليها 4. 4 دي جبتها منين؟ انا بدور في العمود الاول وعايز العمود الرابع، فكتبت 4 جاب لي قيمه المبيعات. زي ما احنا شايفين دي كانت الفكره باختصار شديد وراء ان انا استخدم داله في لوك اب واطلع التكرارات بتاعه القيمه اللي انا بدور عليها من خلال استخدام عمود مساعد. العمود المساعد ده بستخدم فيه حاجتين، الحاجه الاولانيه اللي هي قيمه البحث، وبدمج مع قيمة البحث دي مسلسل ما بيتكررش اللي هو 1 2 3 4، وبجيب ال 1 2 3 4 من خلال استخدام الدالة كاونت اف. الدالة كاونت اف فيها تركيبة صغيرة ان انا الرينج بتاعي بيكون مطاطي، ان هو بثبت نقطة البداية وبخلي نقطة النهاية عندي متحركة او مرنة شوية، بحيث ان انا كل ما اسحب المعادلة بتاعتي اللي تحت تلاقي ان هو بقت بدل ما هي سي 3 هتلاقي ان هي بقت لغايه سي 13 المكان اللي انا واقف فيه، او مثلا هنا سي 19 المكان قصاد الخليه اللي انا شغال فيها. دي كانت الفكره باختصار شديد. لو في اي استفسارات بخصوص النقط اللي اتكلمنا فيها النهارده اتمنى ان احنا نسيبها في التعليقات تحت الفيديو، وبالنسبه للملف اللي احنا اشتغلنا عليه هنلاقي رابط التحميل بتاعه موجود في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.